الافراج وصل يا معنانا. خش تعالوا فرحين عندكم خيمه ما كده بتوع كلكم. خليك وش تتكلم يا سهموش انت. الله الله اخلص انا ما تكلمش المعنانا بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبة محدش ما بيعينك. ما تقولش واد ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس تسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه. ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه. تلميذ في شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله. وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف إنه حرامي. لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله. بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس. انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي. وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد سيبوه. أنا بقى أدي التلت لأمي. ويبقى سلم لي عليه. هاتوا. والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.